الإمام السجاد صلوات الله عليه يبدأ دعاه جدا دعاء لطيف، يبدأ هذا الدعاء مخاطبا الله تعالى: يا من تحل به عقد المكاره. لعل معنى عقد عقدة، شايفين أحيانا الخيط بعض يلتف حول البعض الآخر ولا يمكن حله. يا من تحل به عقد المكاره ويفثأ به حد الشدائد ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب. الصعاب صعبة علينا ولكنها أمام الإرادة الإلهية ذليلة، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، ما يحتاج إلى كلمة كن، بمجرد الإرادة الإلهية ينتهي كل شيء ويتحقق كل شيء.